قبل عقدين من الزمان تحديداً، جذبت هذه الدولة الصغيرة الواقعة في قلب القارة الأفريقية الاهتمام الدولي بسبب الإبادة الجماعية التي حدثت بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، حيث تم قتل ما يقارب 800,000 شخص في 100 يوم فقط. بقايا ذكرى هذه المدة المؤلمة ما تزال عالقة في ذاكرة الروانديين. كنا هنا في قلب العاصمة كيغالي وهي تعيد ذكرى الحدث، شهدنا بأم أعيننا تفاصيل ما حدث. نعم 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 سنستطيع في كوننا هذا الوسيع، نعم نعم بأن نضيف أن نزيد، دوما لنا شيء جديد، فجد بإحسان الصنيع هناك ينتفع الجميع والهمة الأسمى تزيد، نعم نعم وذاك حقا ما نريد، نعم نعم والهمة الأسمى تزيد، نعم نعم وذاك حقا ما نريد، نعم نعم كن معطيا بلا حدود، نعم نعم في أي قطر في الوجود، نعم نعم كن معطيا بلا حدود، نعم نعم في أي قطر في الوجود، نعم نعم فالكل منا قادر أن يبلغ الأمل البعيد، نعم نعم فالكل منا قادر أن يبلغ الأمل البعيد، نعم نعم كن غيمة تسقي القلوب أو شمعة تضيء الدروب، نعم نعم على وصال دائم فأنت نور لا يغيب، نعم 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 لعزم في الحياة سترتوي الدنيا ضياء والخير دوما لا يضيء، نعم نعم وليس ينسى من فنى، نعم نعم والخير دوما لا يضيء، نعم نعم وليس ينسى من فنى، نعم نعم وليس ينسى من فنى، نعم نعم وليس ينسى من فنى، نعم نعم. ذكرى المذبحة يضلل كل رواندا، ولأنها كذلك أردنا الاستماع أكثر لما حدث. قصدنا هذه الضاحية الجميلة في قلب كيغالي لنلتقي بالمهندس السوداني محمد حاج، أحد الشهود العيان وأحد المقيمين في رواندا منذ أكثر من 20 عاما، ليحدثنا عن تجربته الخاصة وعن بعض شجون تلك الأيام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني أثناء هذه الفترة كنا نسمع أصوات الرصاص طبعا لا تنقطع آذاننا أصلا ولا دقيقة، وكل رصاصة كنا نعرف تماما أنها في قلب توتسي، أي إذا دخلوا بيت وجدوا فيه توتسي، حتى البيت إذا كان كل البيت توتسي يقتلون كل ما فيه، إذا كان فيه كلب يقتل، إذا كان فيه دجاجة تقتل، إذا كان فيه خروف يقتل، إذا كان فيه امرأة أو رجل. فنحن كنا نفعل ماذا؟ أنا كان أبنائي أصغرهم قلت 6 أشهر، الآخر كان عمره سنتين تقريبا، والذي أكبر منه يعني 3 سنوات، ابني حسن هذا الذي كان معكم قبل قليل كان عمره 7 سنوات، وعنده أخته أكبر منه كانت يعني 8 سنوات، فكانوا يقولون يا أبي يعني ماذا نفعل؟ وكنت أقول لهم ماذا تحفظ؟ تحفظ شنو من القرآن؟ أيوة. الذي يحفظ لإله في قريش يقرأ، الذي يحفظ الفاتحة يقرأ، وكانوا كل ما يسمعوا الرصاص يرتفع صوتهم بالقرآن، إذا سمعوا يعني طلقة واحد مثلا إله في قريش إله يعني يعني بدون أن يشعر طبعا الطفل خائف ويسمع الرصاص. القرآن حفظهم فعلا والله، فكانوا كل يقرأ الآيات التي يعرفها من القرآن. واحدة من المشاهد المؤلمة كان معنا حارس من التوتسي من قبيلة التوتسي اسمه روامبارا، خرج معنا حقيقة لأن بيطلب منه، قال يا جماعة أنا خدوني معاكم وعلى أساس أني سوداني وعشان ما يتعرضوا لي بالقتل في الطريق، إحنا وافقنا أنه نأخذه معنا. لكن حقيقة وإحنا ماشيين في الطريق عشان نأخذ زملائنا الشغالين معانا في لجنة مسلمي أفريقيا، أيوة، ومن الصوماليين ومصريين وكذا، ما كان في طريقة ناخده معانا، فإيش نعمل؟ أيوة. تكلمنا مع أخواننا اللي أخذونا معاهم
الشرطة اللي استأجرناه حتى نستأمنهم عليه. يا جماعة نحن هذا الرجل يعني نحن خايفين عليه، هو رجل يعني مسكين ما عنده زول قريب هنا من أهله، ما عنده قريب، فنعمل شنو؟ فقالوا لنا لا دي حاجة بسيطة جدا، انتوا أدفعوا لناس يحرسوهم. فكان في مجموعة شباب في الطريق شايلين صواطير وسكاكين وكذا، فقالوا لنا نحن حنتكلم لكم مع ديل يحرسوه، ما في حد يسألوا أصلا. قلنا لهم جدا، فنادوهم يعني يا جماعة نحن عندنا زول تحرسوه، تاخذوا كم عشان تحرسوه؟ حاسبوا كده يعني. المهم توصلنا بعد نقاش معاهم يعني في حدود $500 أنه ممكن يحرسوه، ما في زول يسأله. أديناهم $500 ونحن ماشيين بالسيارة يعني على بعد تقريبا 10 أمتار من الراجل بعد ما نزل مننا، يعني إذا بالمجموعة التي أخذت $500 ترفع السواطير والعصب على رأس هذا الرجل ويقتل في قارعة الطريق في وسط الطريق، وعلى مشهد منا يعني ومسمع يعني وهو يصرح، نحط ما في طريقة نرجع ننقذ ولا نعمل إيش، قتل ونحن نشاهد. بل العالم أجمعه كان يشاهد هذا القتل، حيث لم يتدخل أو يرغب في التدخل لإنقاذ الموقف أحد ما. وهكذا تعرضت هذه الأمة الأفريقية الصغيرة إلى أكثر الإبادات الجماعية وحشية في التاريخ. إبان القرن الماضي تم هذا بوساطة حدث سياسي خطير قام على أساس الدعاية العنصرية من مجموعة الأغلبية الهوتو في بلد يشكل النصارى من مواطنيه أكثر من 90%. المسلمون على قلتهم لم يكونوا بعيدين عما حدث من ظلم الأطراف المكونة للمشهد الرواندي آنذاك، المحتل وقبائل المنطقة بدياناتهم النصرانية، جميعهم مدانون بقتل هذه الأمة. ففي خضم هذا التاريخ المتناقض عانى المسلمون كما عانى الآخرون، بل عاشوا على هامش هذا التاريخ. يعني المسلمون كانوا أيضا يحاربون تماما مثل ما كانوا يحارب التوتسي في تلك الحكومة، حكومة الشمال، حكومة الهوتو، هوتو الشمال، منطقة بسيني وروهينجيري وما جاورها. فكنت إذا أنت مسلم أو إذا أنت من التوتسي تجد نفس المعاملة السيئة، يعني لا تستطيع أن تتقلد أي موقف متقدم، لا تستطيع أن تتحدث، أن تدخل المكاتب وأنت يعني رافع رأسك، لأن المسلم كان إذا كنت مسلم يعني كانوا ينعتون المسلمين يعني صفات كثيرة جدا، يعني منها أنهم هؤلاء ليسوا وطنيين، هؤلاء كذابين. كيف تعامل المسلمون مع هذا الواقع؟ وهل استغلوا لحظة الفوضى تلك لينتقموا وليشفوا غليلهم مما ألم بهم طوال هذا التاريخ المظلم؟ في الحقيقة هذا ما قدمت لأبحث عنه. نتائج البحث الأولية عن أجوبة هذه الأسئلة كانت مفاجئة لي. لقد كان للمسلمين دور مهم في هذه المذابح، لكنه دور إيجابي بإجماع الكل. كلمات الرئيس الرواندي بول كيغامي كانت ترن في أذني وأنا بعد أتجول في هذه المدينة الحديثة. أنا سعيد أن المسلمين في رواندا لم يشاركوا في الإبادة الجماعية، ونحن نقدر ونشكر هذه المواقف المشرفة، فهم مع قلتهم وضعفهم شاركوا في إنقاذ المستهدفين، وأنا أدعوهم لتعليم الروانديين كيف يتعايشون سلمياً مع بعضهم البعض. ومع بول كيغامي وجدتني أقرأ ما كتبه بعض الصحفيين والإعلاميين الذين شهدوا المذبحة. هذا مارك لاسي أحد صحفيي نيويورك تايمز الأكثر شهرة وقد مر من هنا في أثناء الحرب، وبعدها يقول عن المسلمين إبان المذبحة: كانت مناطق المسلمين آمن مكان في أثناء الإبادة الجماعية عندما حاصرت ميليشيات الهوتو العاصمة كيغالي. لم يتعاون الهوتو المسلمين مع الهوتو القتلة. الهوتو المسلمين كانوا يقولون إنهم يشعرون بالارتباط أكثر بالدين وليس بالعرق، وهذا في الواقع ما قلل من قتلى مسلم التوتسي.
لاحقا استفادت بعض مراكز البحث مما كتبه مارك ليغدو بحثا متكاملا عما قام به المسلمون. هذا البحث يعد اليوم وثيقة، وهي وثيقة مليئة بالكثير من القصص والوقائع التي تؤكد الدور الإيجابي للمسلمين في أثناء المذبحة. ومن هنا عرفوا أن الدور الإيجابي للمسلمين بدأ قبل وقوع المذبحة، ففي خضم الإرهاصات التي سبقت وقوع الثورة المجنونة وفق ما يصف البحث المذبحة، قام القادة الدينيون والدعاة بتوعية المجتمع المسلم ضد الإعلام الذي كان يشجع الكراهية بين الناس، مستندين في ذلك إلى تعاليم القرآن الكريم. ويذكر البحث أن معارضة الدعاة المسلمين والأئمة للإبادة علناً أهم ما ميز المجتمع الإسلامي عن باقي الشعب الرواندي، إذ يوضح البحث أن طاعة الناس للقيادات الإسلامية في ذلك الوقت لعبت أيضاً دوراً إيجابياً في مكافحة الإبادة، حيث جعلتهم هذه الطاعة يعملون على حماية الناس بدلاً من قتلهم. المساهمة الإيجابية للجالية الإسلامية في هذه الدولة لم يبدع مع سنة 1994، بدع من سنة 1959 عندما طرد أول رواندي من هذه الدولة وقتل أول رواندي في هذه الدولة. المسلم شارك إيجابيا بأن حمى هؤلاء الناس الذين لجوا إلى بيوتنا ومساجدنا، بأن رفعوا هؤلاء الناس الذين كانوا في الحاجة للخروج من الدولة. وما بين 1959 إلى 1994 كان هناك كذلك قتل الناس، تشريد الناس، تدمير البيوت، إخراج الناس من الدولة. كذلك المسلمين ساهموا مساهمة إيجابية. في سنة 1994 عندما قتل 1,000,000 بشر وزيادة في 100 يوم، المسلم ساهم مساهمة لا يماثل، مساهمة الذي يذكر في كل مكان. هؤلاء المسلمون الضعفاء المهمشين في الدولة، هؤلاء المسلمون الذين لم يكن لهم أي واحد الذي يربطهم، هؤلاء هم الذين حموا الناس في ديارهم ومساجدهم. وصار لا يوجد ولو مسجد واحد الذي قتل فيه إنسان، ولكن من لجأ إلى الكنيسة قتل في داخلها، والحمد لله رب العالمين. بالعودة إلى الوثيقة نتعرف على المزيد من الدور الإيجابي للمسلمين، ولا سيما في رفض المسلمين الهوتو قتل المسلمين وغير المسلمين من التوتسي. إذ تحكي بعض القصص الطريقة التي كان يحمي بها أئمة المساجد الفارين إليها من النصارى وغيرهم بتشديد الحراسة ورفضهم تسليمهم للهوتو، بل تحكي القصص كيف كان المسلمون يتظاهرون أحياناً بأنهم يؤيدون الإبادة من أجل تحذير وحماية المجموعات المستهدفة من التوتسي. وكان بعض المسلمين يقومون بقطع أشجار الموز ودفنها حتى يوهموا الميليشيات بأنهم يدفنون التوتسي الذين قتلوهم، وذلك حينما كان يطلب رؤساء ميليشيات الهوتو رؤية جثث التوتسي منتشرة في كل مكان. وتذكر القصص كيف قام بعض مسلمي الهوتو بالتجسس على الميليشيات من أجل معرفة ميقات ومكان الإغارة ليخبروا بها التوتسي حتى يستعدوا للاختباء. هذا هو المتحف، ذاكرة مأساة رواندا اليوم، وحيث يرقد مئات الألوف من الجثث التي جمعت من الشوارع والبيوت والكنائس. نعم الكنائس، فعلى النقيض تماما وبقدر ما يتحدث الروانديون بإيجابية عن دور المسلمين ودور المساجد أمكنة لحمايتهم وقت المذبحة، يتحدث الجميع بمرارة عن الدور السلبي للكنائس، الواقع أنها كانت متواطئة في الجريمة. في هذه الكنيسة الواقعة في أطراف كيغالي العاصمة قتل أكثر من 10,000 شخص، كان ذنبهم أنهم لجأوا إليها هربا من الموت خارج أسوارها. ووفقا لما رأينا فقد ساهم الكثيرون من القساوسة في الكثير من الكنائس في عمليات القتل، مع أن الضحايا من النصارى.
أغلقت الدولة اليوم هذه الكنائس وجعلتها متاحف لتكون شاهدة على الجريمة. الله أكبر الله أكبر الأخ عيسى صلى معنا وكان كذلك بالخارج معه صديقه وهو غير مسلم وهو نصراني وقال إن له حكاية من رحم هذه المجزرة وتستحق أن تحكى ونحن نود أن نسمعها منك. مرحبا بك. ذات يوم هجم علينا مجموعة من القتلة الذين كانوا يقتلون كل من يجدوه أمامهم، فهربت من بيتنا ولجأت إلى أحد البيوت القريبة منا حتى لا يرني أحد منهم، ولأني كنت أبحث عن مكان آمن لأختبئ فيه خرجت في الليل ولجأت إلى القرية المجاورة، وهي قرية كان يسكنها المسلمون ويعيش فيها إخوان لي لأبي، فقابلت في القرية شخصا اسمه السيد أبو بكر وأخبرته بقصتي، فخبأني في بيته ولم يصبني منه أذى. كان لطيفا معي طوال إقامتي وكان يقدم لنا الطعام. أذكر أن أشخاصا آخرين كانوا معي في البيت، جميعهم لجأوا إلى السيد أبو بكر الذي قام بإقبائهم وحمايتهم حيث لم يقتل عنده أحد. للأسف لم أعد أقابل أحدا ممن كانوا مختبئين معي في بيت السيد أبو بكر، لكني ما زلت أذكرهم وأذكر السيد أبو بكر الذي أنقذ حياتي، فما زلت حتى اليوم أكن له كل الاحترام وأشكره كثيرا لإنقاذه لي وحفاظه على حياتي. وبعد عقدين من الزمان أيضا تبقى من الحكاية بقايا، بقايا تتلمس ألقها وطعمها في كل مكان تمر عبره. هنا فوق هذه التلال وعبر هذه المسارات والوجوه، بل في كل مكان ثمة صوت يلاحقك وثمة عطش إلى الإسلام قل أن تجده في أمكنة أخرى. نعم سنستطيع في كوننا هذا الوسيع، نعم بأن نضيف أن نزيد دوما لنا شيء جديد، فجد بإحسان الصنيع هناك ينتفع الجميع والهمة الأسمى تزيد، نعم وذاك حقا ما نريد، نعم والهمة الأسمى تزيد، نعم وذاك حقا ما نريد، نعم كن معطيا بلا حدود، نعم في أي قطر في الوجود، نعم كن معطيا بلا حدود، نعم في أي قطر في الوجود، نعم فالكل منا قادر أن يبلغ الأمل البعيد، نعم فالكل منا قادر أن يبلغ الأمل البعيد، نعم كن غيمة تسقي القلوب أو شمعة تضيء الدروب، نعم على وصال دائم فأنت نور لا يغيب، نعم نعم
نعم لعزم في الحياة سترتوي الدنيا ضياء والخير دوما لا يضيء. نعم وليس ينسى من فنى. نعم والخير دوما لا يضيء. نعم وليس ينسى من فنى. نعم وليس ينسى من فنى. نعم وليس ينسى من فنى. نعم